عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم السادس من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات حتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب10,000 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير الكرة المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 17,590,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في دور الثمانية، أول جامعة مشرفانا في الاستوديو، تألق غير عادي، أول المجموعة الثالثة، 9 نقاط و435 نقطة إجابات صحيحة. وصيف الموسم الثالث من مدينة البواسل، نرحب كلها بجامعة السويس. جامعة السويس تأسست لخدمة مجتمع السويس وسيناء والبحر الأحمر ومحور قناة السويس بوجه خاص بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 2012. تضم الجامعة 16 كلية ومعهدا، ومنها هندسة البترول والتعدين، التربية، التجارة، العلوم، الأداب، السياسة والاقتصاد، الإعلام، والحاسبات والمعلومات. هيمثل جامعة السويس في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. يوسف من الشخصيات المرحة جدا في الفريق، عامل لنا جو مرح، كنت أتمنى أن أنا أعرفه قبل كده، أتمنى أن ربنا يوفقه إن شاء الله ويرجع بكأس العباقرة. تعرفت على مرنا من خلال برنامج العباقرة، وهي شخصية جميلة وليها دور مؤثر جدا في الفريق، وأتمنى ليها التوفيق في ماتش النهاردة. برنامج العباقرة كان سبب إني أتعرف على ندى، وهي شخصية جميلة جدا ومؤثرة، بتعرف تحتوي اللي حواليها، أتمنى لها كل التوفيق في مستقبلها وتبقى دكتورة شاطرة. أنا أعرف محمد هشام من قبل البرنامج، لكن البرنامج عرفني عليه أكتر، هو كابتن الفريق وهو شخصية مجتهدة، وإن شاء الله يكمل اجتهاده ويعرف يكسبنا ماتش النهاردة. جامعة السويس الحمد لله على السلامة. يسلم حضرتك. في احتفالات ولا مفيش احتفالات يا ندى؟ في طبعا في. طب احكي لي الاحتفال اللي فات كان عامل ازاي؟ وكنا مبسوطين جدا واحنا مروحين وراجعين، لان احنا تقريبا ضمننا ان احنا تأهلنا، والحمد لله يعني ان احنا وصلنا لهنا. انتوا بس تأهلتوا، انتوا اول المجموعة 9 نقاط طبعا، وبعد كمان ماتش مصر التكنولوجية كنا برضو مبسوطين ان احنا طلعنا بالعلامة الكاملة. الحمد لله ربنا وفقنا وصلنا هنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا النهارده ان شاء الله. تمام. محمد هشام استعديتوا؟ بس تعرف المشكله في ايه؟ ان الجامعتين اللي عندهم العلامه الكامله ودعوا البطوله. انا عرفت هنكسر الحظ ضد جامعه اسيوط وضد جامعه القاهره، بنها والمنصوره. عادي ممكن نكون اول جامعه تجيب العلامه الكامله وتتاهل. ممكن طبعا. يعني انتوا جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله. جميل جدا، انا فخور بيكم، انتوا عملتوا اداء حلو فعلا الحقيقه، برافو عليكم. ميرنا ازاي؟ كاميرنا الحمد لله رب العالمين. ازاي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. متوقعه ايه من ماتش النهارده؟ اكيد هيكون ماتش صعب يعني، ومش هيخلص بسهوله، فان شاء الله رب العالمين يعني ربنا يكرمنا ونكمل للاخر. تمام. يوسف الكوميديان، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. احتفلت معاهم ازاي؟ المفروض انت بقى قائد الحاجات دي. مفروض. لا والله ما احتفلناش قوي الصراحه، كان ادائي مش عاجبني الماتش اللي فات، كان في اكتر من سؤال عدى مني، فكنت مكتئب حبتين كده يعني، حاجه بسيطه يعني. مع انك الماتش اللي فات جبت 55 نقطه بس كان ممكن يبقى اعلى. افضل لاعب، نحييه كلنا. الماتشات دي بقى عيبها بقى انها ما بتقبلش الاسم على 2. عامل يوسف مش زي دوري المجموعات فيه امل، هنا ما فيش امل، المكسب أو توديع البطولة. جامعة السويس بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جامعة السويس. أما الجامعة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو، الجامعة الوحيدة
اللي اتأهلت لدور الثمانية بعد الفوز في مباراة واحدة فقط. تاني المجموعة الرابعة 3 نقاط و330 نقطة إجابات صحيحة من عروس البحر الأبيض المتوسط، نلعب كلها بجامعة إسكندرية. جامعة الإسكندرية واحدة من كبريات الجامعات المصرية والعربية، تأسست رسمياً باسم جامعة فاروق عام 1942، وتنتشر اليوم مباني كلياتها في عدة أماكن من مدينة الإسكندرية. جامعة الإسكندرية متكاملة التخصصات، فيها كليات ودوائر الطب وطب الأسنان والهندسة والعمارة والزراعة والطب البيطري والحقوق والاقتصاد والأداب والتجارة. هيمثل جامعة اسكندرية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. سعيد من الناس الطيبة والمجتهدة واللي على طول بتشجعنا وبتحفزنا سواء كان في العباقرة أو على المستوى الشخصي، بتمنى لها التوفيق وإن شاء الله تحقق حلمها في العباقرة. شمس شخصية منظمة جدا فبتحب توزع التاسكات علينا، وده سبب كبير في اللي احنا وصلناه النهاردة، وأتمنى ليها النجاح في حياتها. عمرو من الناس المجتهدة والذكية اللي أبهرنا وقدر يندمج مع التيم في فترة قصيرة، وإن شاء الله النهاردة يكون مكسب لينا قدام فريق السويس. طبعا حسن عروس هو الليدر بتاعنا والقائد بتاع التيم، وهو طبعا من أحسن الناس اللي لم يكن الأحسن في الأدب، وأتمنى له التوفيق في ماتش النهاردة ويساعدنا إن احنا نكسب. جامعة اسكندرية الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. محظوظين. الحمد لله الحمد لله. الجامعة الوحيدة اللي تأهلت بمباراة واحدة. مين اللي أنقذكوا؟ مايلز لامسون. برافو عليك. أنقذكوا فعلا. السؤال اللي قبل الأخير هو اللي أنقذكوا. ازيك يا شمس؟ الحمد لله. جبتي 55 نقطة، أفضل لاعب في فريقك الماتش اللي فات، برافو عليكي. جامعة اسكندرية دايما عندكم مشكلة في دور الثمانية. بص حسن عايز اخرج من عايزين نعدي دور الثمانية. ماتش النهارده كمان هيبقى صعب، جامعة السويس الحقيقة عاملة موسم عظيم. سعاد ازيك يا سعاد؟ الحمد لله. انبسطتوا لما تأهلتوا؟ يعني كان فرح يعني. انتوا عملتوا فرح في الاستوديو. انا صعب عليا فريق سوهاج بصراحة. وبعدين سوهاج عملت معاكم ريمونتادا عظيمة. تمام. ولكن وضعوا البطولة للأسف الشديد. عمر تقول إيه لجامعة السويس؟ يا ربنا يوفقهم يعملوا أداء كويس، بس إن شاء الله إحنا نكسب برضه. آه يعني يعملوا كويس بس هم يكسبوا. معادلة غريبة شوية. الماتشات دي اللي بحبها قوي بس ما بحبش نهاياتها. أنا بحبها جدا بس النهاية بتبقى صعبة عليا، لأن أنا بيصعب عليا الجامعة اللي بتودع البطولة قوي، بالذات في الماتشات اللي زي دي، يعني زي جامعة المنصورة. يعني بصراحة كان صعب عليا جدا، كانت ملحمة وجامعة المنصورة أقوية جدا فعلا. وللأسف الشديد اصطدموا بالقاهرة. آه لا، بعدين دايما في بينهم منافسة مستمرة. جامعة اسكندرية أكون أو لا أكون، بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلها جامعة اسكندرية. معانا النهاردة ضيوف الاستوديو، هم الحقيقة مش ضيوف، هم أصحاب استوديو، عائلات مصرية بنتشرف بوجودهم معانا دايما في العباقرة عائلات، والنهاردة هم موجودين معانا علشان يشجعوا ولادنا في عباقرة الجامعات. عيلة المليجي، عيلة الليسي، عيلة السيسي، وعيلة علي، وعيلة جلشان. بحيي الخمس عائلات اللي مشرفينا النهاردة. عباقرة الجامعات في الموسم السادس 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هو الرمز الذي استخدمه الملك أخناتون لتجسيد الإله أتون؟ حسن عروس خطف البزر. إجابتك؟ شمس. الشمس طبعا، الشمس إجابة صحيحة. حكم 17 سنة في القرن الـ14 قبل الميلاد، ملقب بفرعون التوحيد. أمنحتب الرابع. جامعة السويس عايزين تبتدوا الأول؟ كنت أحب أبتدي التاني بس برضو مش بتفرق أوي.
نشوف حسن عروس هيبقى رايه ايه. كريم الاول لما هيبتدوا الاول بعيدا عن كلامه بصراحه، بس عشان ما بقاش برخم، مفيش مشكله. كريم الاول لما هيبتدوا الاول مفيش مشكله، مفيش مشكله. جامعه السويس هتبتدوا الاول، واول فقره هي فقره العلم. العلم، فقره العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. ميرنا، امتى شكر؟ علوم ان شاء الله. في العلوم تمام. جغرافيا، والسؤال هو: تقع الجزيرة الصخرية فولكن بوينت بإحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ جزيرة وسط بحيرة في وسط بركان في وسط بحيرة أكبر جوه جزيرة أكبر في أرخبيل في المحيط الهادي، من أغرب الظواهر الجغرافية في العالم. إجابتك؟ إندونيسيا. حازم، جمال مش موافق، محمد هشام إجابة خاطئة. هاخد إجابة من جامعة اسكندرية. ده إحنا مختلفين، ده إحنا هنتخانق. مش بنتخانق، لازم نقول مين ندوس، بس مش عندنا على أساس إن الإجابة موجودة وصح. لا. الصين. الصين. حازم جمال مش موافق تاني. حسن عروس، إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: الفلبين، تايلاند، سريلانكا، فيتنام. ياه، تخمينة بقى. تخمينة. 25%. إن شاء الله بلدي التاني الفلبين. لا، بعدين فجأة الجمهور بيسقف لك، وعائلة السيسي بتسقف لك كلها، بيستعدوا لعباقرة عائلات بقوة. محمد هشام، حازم جمال وافق المرة دي. إجابة صحيحة، هي فعلا الفلبين. 10 نقاط لجامعة السويس، جامعة اسكندرية. إمتى الجوكر؟ أدب إن شاء الله. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة إفريقية يقع سد كاتسي، تاني أكبر سد في إفريقيا على ارتفاع 185 متر، تم الانتهاء منه سنة 96؟ زامبيا. زامبيا، إجابة خاطئة. في بحيرة عميقة شكلها السد، تحتوي على 1,000,000,000 متر مكعب من المية. ميرنا. لسوتو بإذن الله. لسوتو، ومتأكدة؟ بإذن الله. إجابة صحيحة. لا، وصلت الإجابة عندها وما كانتش عند جمهور. ميرنا، برافو عليك، 10 نقاط. السويس 20. وعندكم سؤال في التاريخ، تاريخ والسؤال: حاول عريان يوسف سعد اختيار رئيس وزراء مصر في ديسمبر 1919، فمن هو؟ وبالتحديد في 15 ديسمبر، بسبب الغضب الشعبي وتشكيل وزارة تتفاوض مع لجنة ميلنر بعد ما تم نفي سعد زغلول، فشل الاختيار، ولكن وضح ان لا تفاوض الا مع سعد. حسين رشدي. لا. حسين رشدي. لا. يوسف، طبعا اجابه خاطئه. عمرو، اجابتك؟ يوسف وهبه. طب انت عارف ايه سبب المحاوله دي؟ اصلها قصه غريبه. اللي انا اعرفه ان العريان يوسف كان مسيحي تقريبا، وحاول يعملها عشان ما تتبسش في المسلمين. مسيحي حاول يغتال مسيحي عشان ما يتعاونش مع الاحتلال، عشان ما يحصلش فتنة طائفية، قمة الوطنية. ولكن طبعا مع الاغتيالات ما فيش حد بيقول كده أبدا يعني. عمرو، طبعا إجابة صحيحة، برافو عليك. 10 نقاط مستحقة لجامعة اسكندرية. جامعة اسكندرية، تاريخ والسؤال: انتصر جيش الأمير نجم الدين الغازي في معركة ساحة الدم
عام 1119 على إحدى الإمارات الصليبية، فما هي؟ ساحة الدم أو صرم داء؟ عام 513 هجريا جيش الإمارة بقيادة روجر اللي اتقتل في المعركة هو وأغلبية جنوده. حسن إجابتك. الرها. الرها وفين؟ كانت نفس إجابة. الرها خرجت بر. إجابة خاطئة. يا سلام، مش كانت نفس الإجابة من شوية؟ نقول أي حاجة بقى. أي حاجة؟ آه. هتقول إيه؟ يا عكا. عكا كانت إمارة. يوسف إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أنطاكيا، طرابلس، أرمينيا الصغرى، بيت المقدس. إحنا كاتبين إجابة الأول، كانت إجابة الثانية اللي هي طرابلس. إن شاء الله صح. حسن عروس ناقص 5 نقط. إجابة خاطئة. أصبر يا حسن. مش كل مرة. أنطاكيا، الانتصار ده عاد الثقة للمسلمين وكسروا حاجز الخوف، وكانت مقدمة لتحرير بيت المقدس. للأسف الشديد اسكندرية 5 السويس 20. جامعة السويس. أدب وسؤال. التغريبة الفلسطينية هي رواية الأديب عربي، فمن هو؟ رواية من جزئين، الأول أيام البلاد والتاني حكاية المخيم، نشروا في 2002. بتدور أحداثها من العشرينيات لألف وتسعمية سبعة وستين. من أهم الأعمال اللي حكت عن ثورة فلسطين الكبرى وعن النكبة والشتات والتهجير والقتل الجماعي اللي تعرضوا له. المأساة بتعيد نفسها. إجابتك. بتقول إبراهيم نصر الله. إبراهيم نصر الله ليه الملهاة الفلسطينية والمأساة الفلسطينية. يوسف الصديق. إجابة خاطئة. اتحول لمسلسل عبقري من إخراج حاتم علي. في إجابة؟ باسم خندقجي. باسم دخل قائمة البوكر السنة دي وهو أسير في سجون الاحتلال. حسن عروس فكرت، ولكن للأسف الشديد إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. يحيى يخلف، جبرة إبراهيم جبرة، وليد سيف، ربع المدهون. مفروض تستبعد اتنين. مش جبرة؟ إبراهيم جبرة؟ طبعا مش جبرة. وربع المدهون أنا عارف أعماله فمش هو. برافو عليك. فبإذن الله وليد سيف، عشان يحيى يخلف أنا عارف، يحيى خلف أنا عارف أعماله تقريبا. وليد سيف هو اللي كتب سيناريو المسلسل وهو اللي كتب الرواية. إجابة صحيحة. 10 نقاط مهمين جدا لجامعة اسكندرية. 15 جامعة اسكندرية، 20 جامعة السويس. يا هشام قول لي بتتناقشوا في ايه؟ لا عادي، احنا كنا عايزين يعني نخطفها اصلا، بس ما كناش متأكدين يعني. الرواية دي مهمة جدا، لازم تقروها ولازم كمان تتفرجوا على المسلسل. مسلسل عظيم. جامعة اسكندرية، حان معاد الجوكر. أدب والسؤال. شاعر فصحى مصري راحل، مؤلف السيرة الذاتية، أوائل زيارات الدهشة، هوامش التكوين، فمن هو؟ تاريخ النشر 1997. بيحكي عن طفولته وشبابه والقرية اللي عاش فيها وأهم المواقف اللي أثرت فيه وتجربته الشعرية. من صناع الحداثة الشعرية الجديدة. رب أكون فاكره صح. حسن إجابتك. محمد عفيفي مطر. محمد عفيفي مطر إجابة صحيحة.
زي ما توقعت يا حسن، سؤال ما كانش سهل ولكن الإجابة عندكم. جامعة اسكندرية بتتقدم 35، جامعة اسكندرية، جامعة السويس 20، وجامعة السويس حان معاد الجوكر. علوم، والسؤال هو: ما هو الكوكب الذي يمتلك أقوى رياح في النظام الشمسي بسرعة حوالي 2000 كيلومتر في الساعة، أسرع ب1.5 مرة من سرعة الصوت؟ نبتون إن شاء الله. جامعة اسكندرية 20 نقطة. مختلف. عندكم إجابة تانية؟ لا، بالنسبة كبيرة. مش مؤكدة. أربع إجابات. مش مؤكدة. عندكم أربع إجابات. تانية. الأربع إجابات غلط. إجابة صحيحة. بسبب صحب الميثان المتجمد. أربع إجابات غلط. النتيجة اتغيرت. جامعة السويس 40، جامعة اسكندرية 35. زي ما توقعنا، مباراة نارية. جامعة اسكندرية، علوم، والسؤال: يصيب سرطان ويلمز تيومر أحد الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان، فما هو؟ طبعاً الإجابة موجودة في جامعة السويس. ما هو دكاترة. أكثر شيوعاً بين الأطفال من 3-4 سنين. أربع ثواني. شمس، اللي هيقول لك صح ولا غلط محمد هشام مش أنا. إجابتك المادة. شكراً. شكراً ندى. الحمد لله يا رب. شكراً. الحمد لله يا رب. جات لكم العشر نقاط. الحمد لله. حالاً جاي لكم. طبعاً إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ هشام يعني بيعزم عليكي بالعشر نقاط دول. ويلمز تيومر في الكلى إن شاء الله. الكلى. كلى طبعاً. إجابة صحيحة. الله. احنا مش دكاترة. احنا محتارين مع اي عضو داخلي ممكن تبنى المعدة والكلى. احنا مش دكاترة. خير كتير. مش حد فينا دكتور. ايه بعد كده تجيبوا معاكم دكاترة. عشر نقاط. 50 جامعة السويس، 35 جامعة اسكندرية. سؤال واحد ما تجاوبش في الفقرة الأولى. أنطاكيا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 85 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب10,000 جنيه، بما يساوي 850,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. عباقرة الجامعات الموسم السادس، ومباراة مهمة في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. جامعة السويس 50، جامعة اسكندرية 35. جامعة اسكندرية عندنا تغييرين: رانيا ربيع نزلت مكان سعاد رضا، ومحمد مسعد نزل مكان عمرو محمد. ازيك يا مسعد؟ الحمد لله والله تمام. ايه رأيك في المباراة؟ حلوة والله. مباراة حلوة لحد دلوقتي جدا. أوه. سؤال واحد بس ما تجاوبش في حاجة جميلة يعني. طبعا. ازيك يا رانيا؟ الحمد لله. اخيرا رانيا مبتسمه. رانيا ما فيش ماتش غيره بتعيط فيه حتى لو كسبانه، صح يا حسن؟ دراما صح؟ اي مش كنت عيطتي في العجله. انا اللي بنشر لهم البهجه اصلا في التيم. اما انت بتقول ايه؟ بس عايز اعمل طبعا. انهي بهجه دي؟ هتقلب عليك. هتقلب عليك صح. ماشي بعد الماتش. ايوه اسمولي. مش دلوقتي. انا عليك حسب بعد الحلقه هيحصل فيك ايه. جامعه السويس عندنا تغييرين: حسام حسن نزل مكان محمد هشام، وسيف العطار نزل مكان يوسف الصديق. بتعملوا تغييرات انتوا؟ احس ان في شغل بيحصل في الفريق فعلا يعني. وقائد الفريق خرج. عجبني انا الشغل اللي انتوا عاملينه الحقيقه. برافو عليكم والله. ايه يا سيف؟ يا مستر عصام احساسك ايه؟
لا هو ماتش صعب طبعا، تظهر لجامعة اسكندرية فريق عريق مهما كانت، واحنا مش بنبص المنتخب طبعا طبعا، واحنا مش بنبص لنتائج دور المجموعات خالص، احنا عارفين دور المجموعات شيء والادوار الاقصائيه شيء تاني، فاحنا يعني بنكن لهم كل الاحترام وهنحاول يعني نلعب على اخر سؤال. اعتقد الماتش ده هيتحسم على اخر سؤال من وجهه نظرنا يعني. حسام وانت رايك ايه؟ لا انا شايف الماتش متكافئ يعني، سؤال هنا وسؤال هناك، فيعني عملنا اداء كويس في الفقره الاولى الحمد لله، اتمنى ان احنا نكمل على نفس النمط يعني. انا الحقيقه معجب بهدوء يعني، جامعه اسكندريه عاملين دوشه، اي هم دايما كده عاملين دوشه، ولكن جامعه السويس تركيز مهم، برافو عليكم. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقره المعرفه، اربع اسئله، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اتنين ميرنا وحسن، حسن وميرنا، وسؤال بعشر نقاط، معلومات عامه. والسؤال هو تشيكو هي من أقدم الأشجار الحية في العالم، ففي أي دولة اسكندنافية توجد تشيكو؟ تشيكو عمرها أكتر من 9000 سنة. بدأت تنمو في نهاية العصر الجليدي الأخير، موجودة على قمة جبل. إجابتك؟ النرويج. النرويج إجابة خاطئة، مش النرويج. فين يا ميرنا؟ دوس عليك. اسمع الهنت، قمة جبل. حضرتك قلت على قمة جبل. ما لا لا لا، الهنتات بتقف هنا. إجابتك؟ هقول بإذن الله رب العالمين فنلندا. فنلندا إجابة خاطئة. دنمارك ولا ايه؟ السويد. سهولة منتهى السهولة. ملعب عقرة بقى متعب قوي. نروح بعيد يجيبوا القريب، نروح قريب يجيبوا لنا البعيد، مش عارفين نعمل ايه مع فريق الاعداد بتاع برنامج العبقرة. السؤال التاني، حسام ومسعد، مسعد وحسام، رياضة. والسؤال هو لاعب فرنسي هو الأكثر خسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2023، فمن هو؟ باتريس إفرا. باتريس إفرا كم مرة؟ ثلاث مرات تقريبا. أربع مرات. عندك المعلومة مع مين؟ تقريبا مع يوفنتوس. يوفنتوس دي آخر مرة. أول مرة مع موناكو. مع موناكو في 2004. مانشستر يونايتد. بعدين المان يونايتد في 2009 و2011، وآخر مرة مع اليوفنتوس في 2015. آخر ثلاث نهائيات خسرهم ضد مين؟ ضد ريال مدريد. لا، برشلونة. برشلونة صح. أنت عندك كل المعلومات غلط ما عدا المعلومة دي. محظوظ. الحمد لله. إجابة صحيحة. عشر نقاط، جامعة السويس 60، اسكندرية 35. ندى ورانيا، رانيا وندى، هنعيط ولا ايه؟ مفيش عياط بقى. الإجابة. الإجابة عندك مش عندي. طيب انا عندي السؤال، تكنولوجيا. والسؤال هو تأسست شركة AGV المتخصصة في صناعة خوذة الدراجات النارية بإحدى الدول الأوروبية عام 1947. إجابتك؟ فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة. أول خوذة تم تصنيعها في نفس السنة لتوفير طبعاً الأمان وزيادة امتصاص الصدمات، مش فرنسا، تبقى إيه؟ نقول ألمانيا إن شاء الله. ندى، للأسف الشديد ألمانيا إجابة خاطئة. في إيطاليا من أهم ماركات الخوذات في العالم. سؤال الرابع والأخير، واحد لواحد، سيف وشمس، شمس وسيف، قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية، 15 ناقص 18 في 8
زائد 130 يساوي كام؟ 6. 6 إجابة خاطئة. مستعجل ليه؟ لازم أديها فرصتها. 1. 1 إجابة صحيحة. برافو يا سامي. 10 نقاط. 45 جامعة اسكندرية، 60 جامعة السويس. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعاً أسئلتنا تعتمد على السرعة. سينما ومسرح، والسؤال هو: من قام بدور مايكل سكوت في المسلسل الأمريكي The Office؟ المسلسل ده كسب 5 جوائز إيمي أوردز، 9 مواسم من 2005 ل 2013. أنا مش عارفة، بس ممكن نقول روبرت دينيرو. روبرت دينيرو طبعاً إجابة خاطئة. جداً جداً جداً. عايزة أجرب أدوس. جرب يدوس. ما راني عايزة أجرب. جرب يا راني. جرب. أول نبي جرب. جربي. طب أقول لك حاجة يا رانيا، استني عامل معاك اتفاق حلو. لا كنا قبلي. أول اسم ستيف. ستيف ماركو. مين ستيف ماركو؟ ستيف ماركو. إجابة إيه؟ مضحكة. إجابة مضحكة فعلا. ستيف كاريل. بالظبط كده، ستيف كاريل. هو ده. كلنا عارفين شكله، دلوقتي عرفنا اسمه. تمام، اللي هيستعجل في السؤال اللي جاي هيجاوب غلط، موعدكم يعني. أغاني موسيقى، والسؤال هو: من هو أول موسيقي يحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018؟ دي الدورة 40 عن مجمل أعماله. من أبرز أعماله، كنت لسه هقولك أبرز أعماله. مساء الخير. إجابتك رياض السنباطي. 2018 رياض السنباطي. ما ممكن يكون بيتكلم عن يعني يتكرم عايش ما قولش راحل. ميرنا إجابة خاطئة. مفيش الموسيقى دي، منتظرين الأعمال. ما خلاص بقى، مش هيبقى فير، مش هيبقى فير. لا ما هم استعجلوا أخدوا الريسك، فإحنا منتظرين حضرتك. رانيا إجابتك. خالد القمار. خالد القمار كان في الفترة دي متميز وكده. يعني سهر الليالي. هشام نزيه. هشام نزيه. كنت هقول لك من أبرز أعماله سهر الليالي وإبراهيم الأبيض والفيل الأزرق. عيط كده ليه؟ حرام. يلا يا رانيا عيطي، دي فقرة الدراما، نغير لها الاسم. إجابة خاطئة. ما أنا قلت لكم اللي هيستعجل هيجاوب غلط، ما تستنوا، ما أنتوش متأكدين، اصبروا والله هساعدكم. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو: جزيرة الموتى هي لوحة للرسام الأوروبي أرنولد بوكلين، فما هي جنسيته؟ ومش بريطاني، The Isle of the Dead. رسمها في تمانينات القرن ال19 من كبار مؤسسي السوريالية. أيرلندي؟ هو مش بريطاني؟ ليه؟ مش بريطاني. يعني أنا قلت لك مش بريطاني عشان تبعد عن منطقتي خالص. ما أنا قلت لحضرتك قلت بريطاني. حسن، إجابة خاطئة. إيطالي؟ حسام طبعاً إجابة خاطئة. أنا جيت الأول كانت بولندي، ما أعرفش صح. لوحاته كانت ملهمة لسلفادور دالي، جنسيته سويسري. الحمد لله. آخر سؤال، السؤال اللي جاي ده بقى من الحاجات اللي أنا بحبها جداً، أو إحنا كلنا بنحبها من وإحنا صغيرين، لعبة بنلعبها كلنا وكلنا بنحبها. سودوكو؟ لا مش سودوكو، هتعرف دلوقتي.
سرعة البديهة والسؤال هو ما هو الرقم الصحيح الذي يؤدي للخروج من المتاهة؟ اتنين. ندى برافو عليك، اتنين فعلا إجابة صحيحة، برافو يا ندى. هي دي سرعة البديهة، واللعبة دي أنا بحبها جدا والله. وأنا كمان. 70 جامعة السويس، 45 جامعة اسكندرية. طبعا النتيجة لسه قريبة والمباراة لسه في الملعب. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 30 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,150,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. الموسم السادس عبقرة الجامعات، ومباراة مهمة جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. جامعة السويس 70، جامعة اسكندرية 45. جامعة اسكندرية عندنا تغيير، سعاد رضا رجعت مكان رانيا ربيع، وجامعة السويس تغيير واحد، محمد هشام رجع مكان حسام حسن. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. محمد هشام وحسن عروس، حسن عروس ومحمد هشام. حسن عروس هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. محمد هشام تفضل مكاني. مستعد؟ إن شاء الله. تمام. ماتشات الصعبة تبقى صعبة بجد. آه والله. حسن عروس تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة قبرص؟ القصر. صح. ما هو لون النجوم على علم دولة بابو غينيا الجديدة؟ أبيض. صح. مصر من تاني وكتاب لأديب ساخر راحل، فمن هو؟ أحمد رجب. غلط. ما هو الرمز الكيميائي للعنصر السيزيوم؟ سي اس. صح. من هو ملحن أغنية خلي السلاح صاحي؟ علي إسماعيل. غلط. في أي من دول أمريكا الشمالية يقع نهر ماكنزي؟ كندا. صح. في عهد أي خليفة عباسي تأسست دولة الأغالبة ببداية القرن التاسع الميلادي؟ ما هو حاصل قسمة 882 على 2؟ 441. صح. فنان قام بدور عادل في فيلم وقفة رجالة، فمن هو؟ عادل إمام. غلط. ما هي الرياضة التي كويس فضل 5 من 9؟ مش وحش طبعا، مش وحش، ولكن كان في سؤال انت قلت عليه باس، هرجع لك فيه بعدين. اسألك قلت باس ليه؟ سليم، عايزين حسن ينضم لينا، هنشوف حسن هيعمل ايه. حسن عايز تعرف؟ لا مش عايز تعرف. هقول لك معلومة واحدة بس، قلت 9 أسئلة من 10. تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة قبرص؟ نيكوسيا. صح. وهو لون النجوم على علم دولة بابو غينيا الجديدة؟ أبيض. صح. مصر من تاني وكتاب لأديب ساخر راحل؟ محمود السعداني. صح. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر السيزيوم؟ سي اس. صح. من هو ملحن أغنية خلي السلاح صاحي؟ محمد الموجي. غلط. في أي من دول أمريكا الشمالية يقع نهر ماكنزي؟ كندا. صح. في عهد أي خليفة عباسي تأسست دولة الأغالبة؟ هارون رشيد. صح. ما هو حاصل قسمة 882 على 2؟ 441. صح. فنان قام بدور عادل في فيلم وقفة رجالة، فمن هو؟ مجد الكدواني. غلط. ما هي الرياضة التي كانت تحترفها اللاعب الأسترالي؟ ما هي الرياضة التي كانت تحترفها اللاعبة الأسترالية مارغريت كورت؟ تنس. تنس. حسن 7 إجابات صح، محمد هشام 5 إجابات صح. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هو ملحن أغنية خلي السلاح صاحي؟ كمال الطويل. بالظبط كده، كمال الطويل. والسؤال التاسع، اللي عمل دور عادل في فيلم وقفة رجالة سيد رجب
مش ماجد الكدواني. السؤال العاشر طبعاً الإجابة تنس، ماربريت كورت بتلعب تنس. كلنا نحيي محمد هشام وحسن عروس، حسن عروس ومحمد هشام. النتيجة اتغيرت والفرق بقى 5 نقاط. محمد هشام كنتوا كام؟ 70. 70 وخمس إجابات صح. 95. حسن عروس كنتوا كام؟ 45. 45 وسبع إجابات صح. 35. وعشر نقط دية. 45 من 90. بقيتوا 90. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ندى وشمس، شمس وندى. السؤال الأول رياضة، ما هو الفريق الفائز بكأس مصر للكرة الطائرة رجال موسم 2022-2023 وكان بطل الدوري كمان؟ الأهلي عادي؟ مش الأهلي. إجابة خاطئة. ندى زمالك. الهدف الأول. مش كل حاجة الأهلي يعني. محمد هشام وحسن، حسن وهشام. السؤال التاني جغرافيا، في أي دولة عربية إفريقية يقع الحقل البركاني ميدوب على مساحة 5000 كيلومتر مربع؟ السودان. السودان. الهدف الثاني. الحقل فيه 700 فتحة بيرجع عمرهم لستة مليون سنة. برافو عليك يا محمد هشام. بيحتوي على كمية كبيرة من الحديد والمغنيسيوم. هدفين بلا مقابل. سعاد ومرنا، مرنا وسعاد. سعاد ما عندكيش اختيار غير الإجابة. السؤال الثالث فنون، فنان راحل قام بدور أحمد في فيلم لا أنام، فمن هو؟ بطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، عماد حمدي، مريم فخر الدين، وهند رستم، ورشدي أباظة. كنت هتقولي رشدي أباظة؟ أيوه. طب حظك حلو. ميرنا مين؟ عمر الشريف. أنا قلت عمر الشريف. كان الدكتور أحمد. يحيى شاهين ولا إيه؟ إجابة خاطئة. حضرتك قلت عماد حمدي صح؟ وقلت عماد حمدي. مش فاكرة. أحمد مظهر. دي قالت لك الإجابة. أنا قلتها فعلا. هي قالت لك الإجابة، قالت لك يحيى شاهين. أيوه أبوها. قالت لك الإجابة. يعني ميرنا ادتك هدية. ما خدتش بالي، حتى لو هي قالتها ما كنتش هجاوبها. سعاد هارد لك. إجابة خاطئة. 25 نقطة لجامعة السويس. النتيجة اتغيرت، جامعة السويس 120، جامعة اسكندرية 90. فرق سؤال واحد في عجلة الحظ ب 30 نقطة. نرجع تاني لنقطة البداية. مباراة قوية جدا في دور الثمانية. مباراة تليق بدور الثمانية، المنافسة قوية، فرق سؤال واحد في عجلة الحظ يرجعنا لنقطة البداية. ضربات الجزاء حاولنا ان احنا ناخد ال 25 نقطة عشان نتقدم، بس للأسف ما حالفناش الحظ. جامعة اسكندرية بتحاول تلحق بجامعة السويس. إجابة صحيحة. الحمد لله ربنا وفقني وقدرت افتتح الهدف الأول في ضربات الجزاء، وإن شاء الله ربنا كملها لنا على خير ونفضل متقدمين وحافظين على الوصول. جامعة السويس مركزين، كسبوا 25 نقطة، بيحاولوا يهربوا بالمباراة. قلقت شوية لما حسن عروس قدر يرجع بالسكور في تحت الضغط، ولكن لما نزلت قدام مرة تانية في ضربات الجزاء قدرت أخطف منه الهدف التاني. ماتش قوي، هو فرقة السويس فرقة قوية ومركزة وهادية، وإن شاء الله نعرف نتعامل مع الأسئلة في عجلة الحظ وربنا يوفقنا. خلينا نشوف عجلة الحظ هيبقى رأيها إيه؟ يا ترى هتبتسم لجامعة اسكندرية ولا هتبتسم لجامعة السويس؟ هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 95 نقطة
في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 950,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 2,100,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. الفقرة الأخيرة عبقرة الجامعات، الموسم السادس، مباراة مهمة في دور الثمانية، وأفكركم بالنتيجة: جامعة السويس 120، جامعة اسكندرية 90. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. يوسف الصديق، أول سؤال بجامعة السويس، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا يوسف، كل دي لفة يا يوسف، قدرات ذهنية. تمام، سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20 نقطة. تمام، قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 57 في 8 على 6 زائد 177 يساوي كام؟ 57 في 8 على 6 زائد 177 يساوي كام؟ سيف، إجابتك؟ 253. إجابة صحيحة، برافو يا سيف، برافو يا سيف. تعب، كان مركز جامد جداً. عشرين نقطة مهمين جدا لجامعة السويس، جامعة السويس 140، جامعة اسكندرية 90. السؤال الثاني بهي الدين خالد، وهنشوف السؤال الثاني وموضوع السؤال ايه. رياضة، سؤال في الرياضة، سؤال بعشرين نقطة. عشرين. تمام، رياضة. والسؤال هو: من هو أول لاعب يفوز بكأس العالم للأندية لكرة القدم مع 3 أندية مختلفة؟ فاز بالبطولة 4 مرات مع 3 أندية. فاسيتش. إيه الأندية؟ تشيلسي، مان سيتي، ريال مدريد. ريال مدريد مرتين. محمد مسعد طبعا، إجابة صحيحة، برافو عليك. مرتين ريال مدريد، ومرة تشيلسي، ومرة سيتي. نتيجة 110 جامعة اسكندرية، 140 جامعة السويس. فاطمة، تفضلي يا فاطمة. فاطمة أحمد، وهنشوف سؤال في القدرات الذهنية تاني. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20 نقطة. تمام، لو الإجابة صح ألف مبروك جامعة السويس إلى المربع الذهبي، لو الإجابة غلط جامعة اسكندرية فرصتكو في أن أنتوا تجاوبوا. هنشوف قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 344 في 6 على 8 ناقص 33 يساوي كام؟ 344 في 6 على 8 ناقص 33 يساوي كام؟ سيف، إجابتك؟ 225. 225 إلى المربع الذهبي، إجابة صحيحة، برافو عليك يا سيف. 40 نقطة يا سيف، قدرات ذهنية، برافو عليك. جامعة اسكندرية، هارد لك، هارد لك لجامعة اسكندرية. هارد لك يا حسن. جامعة اسكندرية مش هجاملكم، رأيي مستواكم الموسم ده مش زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كنتوا أكيد أقوى، ولكن جامعة السويس الحقيقة مركز أكتر، برافو عليكم بصراحة، تستحق.
فريق بيكمل بعض. برافو عليك. آخر سؤال شهد، تفضلي يا شهد. يا رانيا مش معقولة يا رانيا، كل حلقة لازم تعيطي، مش معقولة. معلومات عامة وسؤال طبعاً بـ30 نقطة. معلومات عامة والسؤال هو: من هو أول من تولى رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عام 2004؟ اتأسس بموجب قانون 94 سنة 2003. بطرس غالي. حسن عروس طبعاً. إجابة صحيحة. 30 نقطة لجامعة اسكندرية، النتيجة اتغيرت، 140 جامعة اسكندرية، 160 جامعة السويس. طبعاً الفرق 20 نقطة والفرق اسفير. جامعة السويس عاملين موسم هايل، 9 نقاط، كسبتوا ماتش النهاردة، برافو عليكم. جامعة اسكندرية بإذن الله الموسم اللي جاي تخلصونا من العقدة دي بقى. وليه رأيك يا حسن؟ الله حسن محبط، ولكن انت افضل لاعب في ماتش النهارده بمية نقطه. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 300 نقطه، وكل نقطه ب 10,000 جنيه بما يساوي 3 مليون جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 20 مليون و590 الف جنيه من البنك الاهلي لتطوير القرى المصريه. جامعة السويس شدوا حيلكم، المباراة اللي جاية مباراة صعبة جدا. أنا في رأيي بمثابة نهائي مبكر. أتمنى لكم كل التوفيق. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.